الانتخابات في السودان مع أمجد أبو عرفي. في اليوم الرابع والأخير من العملية الانتخابية في السودان يسفر قصف هو الثاني من نوعه خلال أسبوع لحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان المتمردة عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 9 بينهم 5 أطفال في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. هذا وتسعى الحركة المتمردة إلى إفشال أو على الأقل عرقلة الانتخابات في السودان، فيما تؤكد الحكومة على لسان وزير داخليتها إن الحركة فشلت في ذلك مع استمرار العملية الانتخابية ليومها الرابع بعد التمديد رغم الاعتداءات التي طالت مدينة الدلنج بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون. الناس بيقولوا عندي الانتخابات، الانتخابات حق المواطن يا جماعة، الانتخابات هي حق المواطن، لأنه لازم نرجع المواطنين هم اللي حددوا بدون يكونوا مسيرهم في المجلس التشريعي. وكانت لجنة الانتخابات قد لجأت للتمديد بسبب تعثر إجراء الانتخابات في عدد من الولايات لأسباب وصفت باللوجستية والأمنية، حيث تغلق صناديق الاقتراع في بعض الولايات يوم السبت لتبدأ عملية الفرز الأحد، ويتوقع أن يزداد إقبال الناخبين اليوم وغدا. أما نتائج الانتخابات ففي نهاية الشهر الجاري، ورغم أن معظم المناطق شهدت هدوءا وسلاسة في العملية الانتخابية إلا أن بعضها كدارفور وكردفان تشهدان قتالا واشتباكات ضارية فر معها الكثير من السكان.